مرحبا. يوم الأربعاء الماضي كان في اجتماع مكوكي ما بين السيدة ميركل وحكام الولايات، وبالفعل هالاجتماع طول لدرجة إنه كتير ناس حكوا إيش وعم يكتشفوا الذرة. ولما انتهى الاجتماع الساعة 12:30 بعد نص الليل وصدر عنه هيك جدول، بالفعل اقتنعت إنه اكتشفوا الذرة، وكثير نقاط ما كانت واضحة وبالفعل كانت كتير معقدة. وخلال عطلة نهاية الأسبوع تم شرح وتوضيح كتير من هاي النقاط، وأهمها إعادة افتتاح المدارس اعتبارا من يوم الثلاثاء 9 مارس آذار الحالي. وكل ولاية قررت بشكل منفصل آلية إعادة الدوام. فمثلا حكومة ولاية برلين قررت اعتبارا من يوم الثلاثاء إعادة فتح دور الرعاية النهارية الكيتا بمعدل يومي 7 ساعات لكل الأطفال. أما بالنسبة للمدارس الابتدائية رح يتم تقسيم الصفوف لمجموعات بحيث أنه ما يكون في عدد كبير من الطلاب بنفس الوقت بنفس الفصل، ورح يكون مثلا دوام مختلف، مجموعة تداوم من 9 إلى 12 ومجموعة ممكن تداوم من 12:30 إلى 3:30. وهاي القرارات أو تقسيم المجموعات رح تخبر فيها إدارة المدارس أولياء الأمور أنه بأي وقت وبأي مجموعة رح يداوم ابنكم بالمدارس. أما الصفوف 7 والـ8 والـ9 لغاية اليوم ما في موعد محدد لعودتهم للمدارس، ورح يستمر نظام الهوم سكولينج التعليم المنزلي. أما الطلاب من الصف 10 وطلوع رح يكون في عندهم دوام نظامي اعتبارا من يوم 17 آذار مارس الحالي، وبالتالي رح يكون في لقاح متاح من شركة أستراتسينكا للعاملين بالمجال التعليمي اللي تم تصنيفهم حاليا كفئة ثانية بعد العاملين بالمجال الصحي وكبار السن. أما النقطة الثانية والأهم، الزيارات العائلية اعتبارا من 8 آذار يوم المرأة العالمي رح يكون مسموح لقاء ما يصل إلى 5 أشخاص من منزلين مختلفين، ودائما الأطفال تحت سن 14 لا يتم احتسابهم. لكن بحال ارتفعت أعداد الإصابات أكثر من 100 إصابة عن كل 100,000 نسمة، واستمر هذا الارتفاع لمدة 3 أيام متتالية، رح يتم العودة للقانون السابق واللي بنص على أنه يسمح لشخص واحد بزيارة عائلة أخرى. أما إذا انخفضت أعداد الإصابات لا أقل من 35 إصابة عن كل 100,000 نسمة، رح يتم السماح لثلاث عائلات بالاجتماع في مكان واحد بشرط أن لا يتجاوز عددهم 10 أشخاص، وطبعا دائما الأطفال دون سن 14 سنة غير محسوبين. والنقطة الثالثة، تم السماح بإعادة فتح مدارس تعليم قيادة السيارات والطيارات، وكمان بالنسبة لمحلات بيع الورود ومستلزمات الحدائق تم افتتاحها، لكن بشرط دخول زبون واحد عن كل 10 متر مربع. أما بالنسبة للتسوق، تم بالفعل السماح بإعادة افتتاح محلات التجزئة أو الأسواق، لكن دائما بشروط مرتبطة بأعداد الإصابات. فمثلا إذا كان عدد الإصابات أقل من 50 إصابة فيك تروح تتسوق بدون موعد مسبق، لكن إذا تراوحت أعداد الإصابات ما بين 50 إلى 100 إصابة صار لازم التسوق عبر موعد مسبق، ويسمح للمحل اللي مساحته 400 متر استقبال 10 أشخاص فقط، يعني تخصيص مساحة 40 متر لكل شخص. ورح يستمر التخفيف التدريجي بالإجراءات، فمثلا يوم 22 آذار أو ما بعد 22 آذار الحالي رح يتم السماح بإعادة افتتاح الصالات الرياضية، صالات الحفلات، المسارح ودور الأوبرا والمطاعم اللي بتقدم خدماتها بالخارج، يعني أي مطعم عنده مساحة بالخارج أو عنده صالة مكشوفة ممكن يكون قادر على تقديم خدماته مرة ثانية اعتبارا من 22 آذار، لكن بشرط أنه تكون أعداد الإصابات أقل من 50 إصابة. لكن إذا تراوحت أعداد الإصابات ما بين 50 و100 إصابة رح يكون كمان ممكن تقدم خدمات، لكن الشروط لازم يحقق بعض لكن الزبون لازم يحقق بعض الشروط، أهمها تقديم أو إظهار كشف كورونا سلبي سريع وحديث. وحاليا صار في بالأسواق أو صار متاح بالأسواق أو بالصيدليات الفحوص الكورونا، فمثلا سوبر ماركت الألدي عندهم مثلا عبوة فيها 5 فحوصات بسعر تقريبي 25 يورو، وهي النتيجة ممكن تحصل عليها ما بين ربع ساعة لنص ساعة مو أكتر. وبالنهاية تخفيف أو تشديد الإجراءات مرتبط دائما بأعداد الإصابات، وهالشي بيعني التزامنا بالقوانين والتقيد بقواعد السلامة العامة ممكن يخلينا نعيش صيفية شبه طبيعية. ضلكم بخير، كان معكم حارث مقدم.